بعض الأشياء اللي عندنا اليوم لما نحتاج نوضح قيمتها نحتاج نرجع ورا شوي. يعني ببساطة كنا إذا نحتاج شيء بسيط نتعنى للبرادة مشي. سهلنا الموضوع وقام بعضنا يروح على السيكل. تطور الوقت، صرنا نتصل البرادة وصارت هي اللي تطرش السيكل. اليوم لا، تطورنا أكثر وارتحنا بضغطة زر وين ما نكون نطلب اللي نبيه من كارفور، وخلال 60 دقيقة أو أقل الطلب عندنا. كل عام والتجربة مع كارفور أفضل وأسعد لأنك تستاهل أكثر.